ناس بعض من الناس فيها ضغط الله يشافيها زين وما عندك جهاز الضغط كيف تعرف ان ضغطك مرتفع او نازل ما عندك الجهاز براويك حركة وجربها تعال اسمع تشوف لك جدار تجيب ايدك هذه ولين هني هاي ترصها رص على الجدار ترصها رص لازم رص عرفت لاني انا مره مص حاط هذا ابره لكن انت ترصها من هني الين هني ترصها لمده دقيقه شوف معي شو بيصير زين قل لي تضغط كامل اليد بسلطان لين هني كامل تضغط على اليد لمده دقيقه يلا انت اضغط بنشوف ضغطك وبنشوف ضغط بمشدد ايد اليسار ها ايد اليسار مش اليمين شوف الحين لمده دقيقه اوكي بعدين يعني برجع لكم انا قبل ما يستوي دقيقه برجع لكم اشوف الشباب هذا ابو مشبب وهذا ابو ساره يلا خلونا نشوف الحين كم 32 ثانية 33 بعدهم الشباب خلونا نشوف نحن قبل الدقيقة برجع لكم يلا الحين 57 58 59 دقيقة فطل شوف الإيد روحها ترتفعان هذا ضغطه شوية مرتفع سبحان الله هذا أبو سارة ضغطه الطبيعي 100% الإيد من الله مرتفعة مو بهو مش أنت مش أنا بروحها هاي تتحرك شوف هاي تتحرك هاي ثابتة يا سبحان الله هذا معناته ضغطك مرتفع يبالك دواء 5 ملي انت تحس فيك ضغط ولا ما فيك لا ما فيني خلونا نشوف يلا سوي دقيقة 1 2 3 يلا هيلا هوب رص ها رص من هني الرصة تكون يا سيدي الين هني رص رص بس رصة ريايل ايه يلا شوف هذا يخدمك اذا ما عندك جهاز جهاز الضغط ما عندك هذا يخدمك الحين بشوف ربيعنا شو ضغطه هو يقول الحمد لله انا ما في ضغط الحين ببين ايدي اذا كانت سيده ضغطك تمام ايدك شي مرتفعه ضغطك ايدك نازله يعني الضغط نازل اتوقع دكاتره صرنا بلا شهاده يلا بصوت الحين كم لحظه 53 لحظه بقول لك متى 56 58 59 دقيقة يلا لف بطل ايدك والله روحه والله العظيم هذا ضغطك انت 100% عادي والله اديله يبالي عزيمة على الضغط سيده حاضرين ما ودك تنزلها خله ما مرتاح معلومة ترى نحن ما يبينها من سوق الاعشاب لا من دكتور قالنا هالمعلومة واحنا خدمناكم فيها يعني قلنا لكم فيها يعني ان شاء الله الله يشافيكم ان شاء الله ما فيكم الا العافيه